سيل من الصفقات والاجتماعات الثنائية جمعت بين مسؤولين سعوديين برؤساء منظمات اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، من أهمها توقيع أرامكو السعودية اتفاقية بقيمة 34 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، والذي انطلقت أعمال دورتها الثانية في العاصمة الرياض بمشاركة 130 متحدثا من مختلف دول العالم. ويناقش المختصون على مدى 3 أيام متتالية مستقبل الاستثمار ودوره في تحفيز فرص النمو ومدى تأثير استثمارات رؤوس الأموال على مستقبل الابتكار، وفي وقت زادت فيه حجم الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية، سعت الرياض من خلال التظاهرة الاقتصادية إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في التحول والتقنية وتطوير القدرات البشرية، بعد أن أعلنت المملكة رؤية التحول الوطني 2030 الهادفة إلى تنوع مصادر الاقتصاد المحلي ومواكبة الاقتصاد الجديد. الدمج بين المال والبيانات المتمثل في العملات الرقمية التي اعتمدها البنك المركزي على طاولة 4000 مشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار، إذ يناقش المختصون تأثير العملات الافتراضية على سير التجارة العالمية، علاوة على المدن الذكية ومدى تأثر صحة الإنسان بالتكنولوجيا ومدى تأثيرها على عمر البشر وجودة حياتهم. نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر أضخم المشاريع الاقتصادية وضع لها المهتمون نصيبا على طاولة مستقبل الاستثمار، على اعتبارها أهم وأضخم المشاريع الجاذبة للاستثمارات الدولية والتي ستحدث ثورة في السوق العالمية. ويترقب المهتمون خروج الخبراء المشاركين في مؤتمر مستقبل الاستثمار بحلول وخطط مستقبلية تمكن المجتمعات والشركات من تحقيق عوائد مالية مستدامة وطويلة الأجل دون تأثير سلبي.